السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عباس من فيديو جيم ستيشنز في جي اس، واليوم عندنا مراجعة رائعة سوني The Last of Us، اللعبة من تطوير ستوديو نوتي دوغ. تاريخ اصدار اللعبة الرسمي 14 يونيو 2013. اللعبة تصلح للأعمار 18 سنة وما فوق. يلا حين خلينا نبدي في المراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية خلينا نتكلم عن قصة لعبة The Last of Us. طبعا نفس ما تعرفون ان اللعبة لعبة سيرفايفل، صح؟ يعني المحيط اللي انت تعيش فيه، طريقة الأوادم تتكلم إياهم كذا راح تكون متغيرة، العالم اللي انت تعيش فيه، الزومبيز خلاص قاموا سيطروا على العالم، الحكومة قامت في ذاك الوقت تخلي الناس في كوارنتينز أو في مناطق محظورة ان انت تطلع منها او ان انت تدش منها، علشان التلوث اللي صار، التلوث البيولوجي اللي صار ما ينتقل وينتشر في المنطقة كامل. طبعا القصة تدور حول شخص اسمه جول وواحدة اسمها تيس. في البداية يغامرون علشان يبقون على قيد الحياة في المجتمع المتوحش الموجود آنذاك. بعدين يلتقي إيلي ابنية يشوفها علشان يهربها الى مكان في الغرب، وخلال هالمغامرة راح تكتشفون وايد اشياء. طبعا انا ما بتكلم زيادة عن القصة، القصة صراحة روعة، القصة ما عمري شفت قصة سيرفايفل بهالعمق. قصة سيرفايفل فيها منحنيات وايد، قصة سيرفايفل تاخذك من نقطة توديك الى نقطة ثانية. صراحة القصة روعة روعة روعة، القصة مترابطة، القصة راح تحس ان انت موجود فيها. طبعا الحلو ان شلون سووها نوتي دوغ، نوتي دوغ خلو فعلا تعيش جو القصة، يعني مو بس من ناحية ان الاوادم اللي موجودين، لا، المحيط، طريقة رسم المحيط، كل شيء كل شيء كل شيء راح تحس ان انت مترابط في القصة. الشخصيات الثانوية اللي راح انت تشوفها، كل هاي اذا مزجتهم يا بعض يطلع لك صراحة خليط قصة رهيب جدا جدا جدا، قصة تستاهل 10 من 10. ننتقل الحين من القصة الى الجيم بلاي. اول قطعة حابة اتكلم فيها في الجيم بلاي ان كل مواجهة في لعبة The Last of Us تقدر تحلها بطريقة غير، يعني ممكن في كل مواجهة ان انت تكون هجومي، في كل مواجهة ممكن انت تكون دفاعي، وفي كل مواجهة ممكن انت تقول اوكي انا ما باخذ المخاطرة واروح وقاتل وتتجنب المواجهة كامل. فهاي شغلة جدا جدا حلوة، تعطي اللاعب حس انه فعلا يبي يبقى. طبعا مو كل المواجهات نفس باقي العاب السيرفايفل او البقاء، انك انت خلاص هاي اللي قدامي انا بروح اقضي عليه، ما تقدر تسوي شيء. احيانا صدق لازم تكون تهجوم، بس في بعض الاحيان لما انت تكون دفاعي او ان انت تتجنب المواجهه لان انت ما عندك مصادر. الحين خلينا نتكلم عن المصادر. المصادر هي اللي تخليك انت تقدر تقاتل او ما تقدر تقاتل. يعني اذا انت عندك رصاص كفايه، انت عندك اسلحه كفايه، انت عندك طاقه كفايه، ممكن انت تاخذ وتخاطر بروحك وتروح وتقاتل. لكن في احيان كثيره انت هاي الاشياء ما راح تكون موجوده عندك، راح يكون عندك مصادر محدوده ما راح تضحي فيها علشان تقتل وحش معين مثلا، او ان تقول اوكي انا يمكن اقدر راح اقتله صح بس بياخذ من طاقتي وايد، انت ما تبي. طبعا لعبه The Last of Us كلش مو لعبه ممكن تسترخي فيها 24 ساعه راح تكون انت واقف على اصابعك، وش بصير بعدين، وش بتخلي، وش تبي تسوي. طبعا من خلال تجربتي هاللعبة صراحة أنا تميت ألعب اللعبة يمكن 6 ساعات ورا بعض، ما حسيت في الوقت. يعني 6 ساعات ما حسيت في الوقت، لهالدرجة أنت تقدر تلعب اللعبة وتستانس فيها وتكون 24 ساعة موجود على أصابعك. هاي شغلة. الشغلة الثالثة نظام القتال في اللعبة صراحة رهيب. نظام القتال في ساعات يكون له طابع سينمائي، مثلا لما أنت تروح تضرب وحش وأنت رايح تركض راح يسوي لك أنيميشن، وراح مثلا تضرب راسه في الطوف او شغله شيء. صراحه شغلات حلوه، شغلات بسيطه صح، بس تكون على الجيم بلاي اضافه حلوه. في مشكله جدا جدا بسيطه في القتال، ان احيانا وانت تضرب، وهاي الشيء يصير مره ثانيه، احيانا لما تضرب الكاميرا ما يكون مكانها صح، فممكن انت مثلا ما تشوف اللي انت قاعد تضربه. صارتني مره او مرتين بس تستحق الذكر. الشغله الثالثه ان فعلا الجيم بلاي يحسسك انك انت تبي تكون قاعد على قيد الحياة، يعني انت راح تستخدم كل الحواس وكل شيء تشوفه قدامك علشان انت تتأكد ان انت لازم تكون قاعد على قيد الحياة. يعني ساعات راح
تفتر وتستكشف الخريطة علشان بس تحصل مصادر. يعني نوتي دوغ هاي حركة حلوة صراحة من نوتي دوغ، انهم قالوا اوكي احنا نقدر نحسسه بالملل، فخلوا في المحيط مصادر وانت تحتاج المصادر عشان تكون موجود على قيد الحياة. الشغلة الثانية ان انت راح تستخدم حاسة السمع مالك، حاسة البصر مالك، علشان تشوف وين الوحوش موجودين وراح تفكر. فصراحة الجيم بلاي فعلا يحسسك ان انت قاعد تلعب لعبة بقاء. الجيم بلاي للعبة لاست اوف اس ما شفته في اي لعبة بقاء ثانية، اقصد لك من ناحية شلون طريقة اللعب تخليك تبي تكون قاعد حي. الجيم بلاي يستاهل 9.5 من 10. وننتقل الحين من الجيم بلاي الى الجرافيكس. طبعا اول كلمة حاب اقولها نوتي دوغ نوتي دوغ نوتي دوغ، يعني اللي لعب الالعاب الثانية سوتها نوتي دوغ في الاونة الاخيرة بيعرف انا عن شنو قاعد اتكلم. انا قاعد اتكلم لكم عن اللعبة، يعني حتى ابسط الاشياء مركزين عليها الشركة من ملامح الاشخاص، من طريقة تفاعلهم معك. يعني اذا شخص راح تحسه مثلا ترحب فيك، اذا صديق راح تحس انه صديق. واكثر شيء عجبني ان طريقة تفاعل الشخصيات فعلا حسسنا احنا قاعد نعيش في مكان في جو بقائي. يعني انا قد ما اقدر نفسي نقول البحريني، يعني انت تفكر في نفسك بس. يعني لو شخصية تموت ما راح تشوف ان الشخص اللي انت قاعد تلعب فيه او الشخص اللي موجود يقول اوه ليش مات، لا خلاص مات، اهم شيء انت مات على قيد الحياة. في وايد ناس انتقدوا هاي النقطة، انا ما انتقدها بالفعل. لما انا اشوف هاي الشيء في لعبة البقاء انا فعلا قاعد احس ان هاي الشخص يبي يعيش، هاي الشخص ناس ما يقولون فعلا سيرفايفر او ناجي. الشغلة الثانية انا صراحة المحيط روعة، ما تقدر تتكلم عن المحيط، المحيط خليك تعيش فيه، الجو اللي المفروض تعيش فيه بعد ما يكون فيه تلوث بيولوجي وبعد ما يكون فيه زومبيز. صراحة كل شيء مرسوم صح، الجرافيكس يستاهل 10 من 10. وننتقل الحين من الجرافيكس الاصوات، اول طرح بتكلم فيها في الاصوات، المحادثات اللي تصير قدامك صراحة روعة. المحادثات مرة ثانية تربطك باللعبة، ما راح تحس روحك ان انت مبتعد، ما راح تحس ان المحادثات سخيفة، كل شيء ينقال له معنى. المحادثات اللي ما بين البطل والبطلة، المحادثات اللي ما بين الشخصيات اللي موجودة في المحيط، كلها راح تحسها مهمة، ما راح تحس انه او هاي بس شيء قالت، لا كل كلمة مهمة وكل كلمة لها معنى في اللعبة. النقطة الثانية ان مؤثرات الصوت صراحة روعة، من طلقات الرصاص، من اصوات اللكمات، من حركتك وانت قاعد تمشي ولا انت قاعد متسلل، كل شيء صراحة راكب وروعة، وراح تحس وراح ترتبط في اللعبة. الشغلة الثالثة ان الساوند تراك ما عليه كلام صراحة، مبدع اللي سوى الساوند تراك، راح يحسسك بالجو لما تكون انت في بوست ابوكاليبس او في العالم لما يضغون على الزومبيز. الساوند تراك يستاهل 10 من 10. في النهاية خلينا نتكلم عن قيمة اللعبة او الفاليو. طبعا اللعبة راح تطول معاكم، يعني كلش مو قصيرة، راح تطول، راح تاخذ ياكم ساعات وساعات وساعات. ولما تكمل اللعبة راح ترجع وتلعبها مرة ثانية، فيها وايد انلوكابلز يعني، وفيها وايد اتشيفمنتس، هاي كلها راح يساعدك علشان انت تتقدم. طبعا هاي راح يزيد في عمر اللعبة. الشغلة الثانية الدي ال سيز اللي راحوا ينزلون، الدي ال سيز راح ينزلون حق اللعبه، راح يحطون لها بعد عمر زياده. الشغله الثالثه ان اللعبه فيها مالتي بلاير، مالتي بلاير سلو بروجرس، يعني بلك وقت على ما تكمله، بس صراحه ممتع وراح ياخذك لك وايد وقت عشان تكمله. قيمه اللعبه تستاهل 8.5 من 10. في النهايه طلع عندنا مجموعه اللعبه 9.6 او 9.5 بالتقريب من 10. صراحة اللعبة The Last of Us لعبة روعة فاجأتنا، خلنا نقول ما توقعت ان نوتي دوغ يقدرون يسوون لعبة سيرفايفل بنفس المستوى. لعبة The Last of Us غيرت مفهوم السيرفايفل، خلنا نقول ما عمرك شفت لعبة سيرفايفل تحسسنا بالجو نفس The Last of Us. لو انت كنت تحب تلعب العاب السيرفايفل والزومبي صراحة انصحك في لعبة The Last of Us، خذها وانت مغمض ما راح تندم. فاذا عجبتكم المراجعة شباب لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب كومنت، لا تحطون الفيديو في المفضلة. طبعا اذا عجبكم تابعونا على فيسبوك /VGStations، تويتر @VGStations، وكان معاكم محمد المطوع او ابو عباس حباب قلبي. مع السلامة.